بينما يستمر الإضراب العام للبازار وإغلاق أسواق رئيسية في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية، انطلقت مظاهرات في أصفهان احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية. وشارك في المظاهرات أصحاب محلات البازار وكذلك سائقو الشاحنات وسيارات النقل، وانضمت إليهم جموع من المواطنين. وتداولت حسابات إيرانية تغطي الاحتجاجات عبر مواقع التواصل مقاطع تظهر خروج المئات من المواطنين في منطقة شابور، ورفعوا شعارات تندد باستمرار إنفاق أموال البلاد على تدخلات النظام العسكرية لدعم الميليشيات الموالية له في دول المنطقة على حساب فقر وجوع الإيرانيين. ودعا ناشطون إلى انضمام كافة المحافظات إلى الاحتجاجات، وذلك عبر التجمع في الميادين والساحات الرئيسية في المدن الكبرى.